كيف نتأكد من مأمونية وفاعلية لقاح شلل الأطفال؟ لقاح شلل الأطفال صنع بنفس المعايير والخصائص العلمية لجميع دول العالم بدون استثناء، وأهمها أنه في كل زجاجة لقاح تاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية وعلامة تسمى راصد اللقاح تشير إلى صلاحيته، ويتم استبعادها من قبل فرق التطعيم والمشرفين في حالة تغير لونها من اللون الفاتح إلى القاتم. وليس هذا فحسب، فهناك نظام حفظ اللقاح يدعى سلسلة التبريد، وهو نظام متكامل وعالي الجودة للحفاظ على اللقاح من التلف ضمن درجات حرارة محددة خلال مراحل النقل والتخزين، ابتداء من خروجه من المصنع وتفريغه من الطائرة أثناء وصوله، مرورا بتخزينه بالمخازن والمطار والطائرة والمستودع المركزي للبرنامج الوطني للتحصين الموسع ومخزن المحافظة ومخزن المديرية والمرفق الصحي حتى وصوله للطفل. ولذلك تضمن وزارة الصحة العامة والسكان ومنظمتي الصحة العالمية واليونيسف جودة وفاعلية ومأمونية وكفاءة اللقاح. أخي الأب، أختي الأم، عزيزتي الجدة، تحصين أبنائنا وأحفادنا بلقاح مرض شلل الأطفال يعزز مناعتهم ويبقيها قوية قادرة على مواجهة خطر العدوى وبالتالي الإصابة والمرض لا قدر الله. الحملة الوطنية الطارئة للتحصين ضد مرض شلل الأطفال من منزل إلى منزل وفي جميع المراكز الصحية لجميع الأطفال منذ الولادة وحتى الخامسة من العمر، حتى لمن سبق تحصينهم ومن استكملوا جرعات التحصين الروتيني. الجولة الأولى من 25 وحتى 27 من فبراير 2024. احرص على تحصين أطفالك لأنه السبيل الوحيد لحمايتهم من الإصابة بالمرض. التحصين حماية وأمان.